بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. درسنا اليوم الدرس الثالث من وحدة الأرض والفضاء، المادة العلوم، الصف الثامن. درسنا بيحكي عن نظرية تكتونية الصفائح. إيش المقصود بنظرية تكتونية الصفائح أو بما يعرف بالصفائح التكتونية؟ كنا كتير ما تسألنا وحكينا إنه كيف القارات تتكون، أو شو الإشي أو السبب الرئيسي اللي خلاها تتواجد بشكلها الموجود حاليا في الوقت الحالي. طبعا عشان هذا السبب كتير من العلماء بلشوا درسوا هذا الموضوع ووضعوا كتير من النظريات والفرضيات اللي بتفسر هذا الموضوع. طبعا من أشهر هدول العلماء العالم الألماني ألفريد فيجنر. شو حكان العالم الألماني ألفريد فيجنر اللي حط لي فرضية انجراف القارات؟ شو هي فرضية انجراف القارات؟ بحكي لنا فرضية انجراف القارات انه كانت القارات كلها عبارة عن قارة واحدة اسمها قارة بنغايا، يعني كل اليابسة هي قارة واحدة اسمها بنغايا. طبعا كان بحيط فيها محيط واحد من جميع الجهات اسمه محيط بنثلاسيا، ومعناته كل المحيط. لو بدي اجي اطلع على كتابي الموجود صفحة 105 بطلع على الشكل الموجود عندي، بحكي لي انه نظرية انجراف القارات انه القارات عندي قبل 250 مليون سنة كانوا عبارة عن كتلة واحدة، او زي ما احنا شايفينها كانوا متلاصقين مع بعضهم البعض، تمام. ولكن مع مرور الوقت ومع تقدم في الوقت، يعني هون قبل 200 مليون سنة بلشوا القارات خلينا نحكي يتباعدوا عن بعضهم البعض ويتحرك باتجاه كل واحد بعيد عن الآخر، تمام. بعدها بمرحلة قبل 150 مليون سنة كل ما الوقت عم يتقدم، ومع حيت القارات كل مالها عم تبتعد عن بعضها البعض. قبل 100 مليون سنة برضو بنلاحظ انه المسافة بين القارات كل مالها بتزيد، وكل مال المحيط اللي هو البنثلاسي عم يدخل بين القارات وبين اليابسة. عنا قبل 50 مليون سنة برضو بلشت القارات، خلينا نحكي لو بدي اقارنها 100 مليون سنة و50، بلاحظ كان في اجزاء متصلة مع بعضها البعض، وفي اجزاء هنا قبل 50 مليون سنة صارت منفصلة او ابتعدت عن بعضها البعض. عندنا القارات في وقتنا الحالي او زي ما هي موجودة في كما تبدو الان، بلاحظها اخذت شكلها الوضع الطبيعي وابتعدت عن بعض البعض، وصار عندي القارات المعروفة او المألوفة، وصار عندي المحيطات، المحيط الهادي، المحيط الاطلسي وغيره من المحيطات، تمام. هذا دليل انه القارات كانت عبارة عن كتلة واحدة ولكن ابتعدت عن بعضها البعض. دليل انه كانت عبارة عن صفائح مجتمعة مع بعضها البعض كونت لي الغلاف الصخري اللي حكينا عنه بالدرس الماضي اللي اسمه ليثوسفير المكون للأرض. طبعا اللي سهل حركة هاي الصفائح واللي خلاها تبتعد عن بعضها البعض انه في تحتها غلاف مائع او غلاف لدن، هذا اللي خلاها تبتعد عن بعضها البعض. طبعا عندنا عدة انواع من انواع حدود الصفائح، اللي هم انواع حدود الصفائح، يعني مش كل الصفائح كانت تمشي او تتحرك مبتعدة عن بعضها البعض. في عندنا اول نوع الحدود التباعدية، من اسمه حدود تباعدية، يعني كان عندي صفيحتين كل صفيحة بتتحرك مبتعدة عن الثانية بالاتجاه المعاكس. من أشهر الأمثلة على الصفائح اللي تحركت مبتعدة عن بعضها البعض عندنا أمريكا الجنوبية أو أمريكا الجنوبية وقارة إفريقيا. أما ثاني نوع من الحدود الصفائح عنا الحدود التقاربية أو بما تعرف التصادمية. من اسمها تقاربية وتصادمية، يعني صفائح بلشت تتصادم أو تقترب مع بعضها البعض بنفس الاتجاه، يعني صفيحة بتتجه نحو هذا الاتجاه وصفيحة أخرى بالاتجاه اللي مشابه له أو اللي مقابله، فبالتالي بخليهم يصطدموا مع بعضهم البعض. من أشهر الأمثلة على الصفائح اللي بتتقارب مع بعضها البعض صفيحة ناسكا مع صفيحة أمريكا اللاتينية.
ثالث نوع والنوع الأخير من حدود الصفائح عنا الحدود الجانبية. شو يعني حدود جانبية؟ من اسمه يعني اللي صفائح عم تتحرك بجانب بعضها البعض، واحدة للشمال واحدة للجنوب بجانب بعضهم البعض. من أشهر الأمثلة عليها صفيحة الجزيرة العربية مع الصفيحة الإفريقية. طبعا هدول الأمثلة وهدول الحدود ضروري نحفظهم ونفهمهم. تمام، هلأ شو الإشي اللي خلى العالم ألفريد فيجنر إنه يعتمد فرضيته أو يرتكز، أو شو الأسس اللي ارتكز عليها العالم ألفريد فيجنر عشان يحط هاي الفرضية؟ طبعا لو بدي أجي أطلع على كتابي صفحة 106 على الشكل الموجود عندي شكل 7-18، بلاحظ إنه ارتكز على مبدأ إنه حدود الصفائح قارة إفريقيا مع قارة أمريكا الجنوبية كانوا إنهم عبارة عن إنه حوافهم كانت متطابقة مع بعضها البعض، يعني قبل ما يفترقوا أو قبل ما يتباعدوا، زي ما حكينا قبل شوي إنه الحدود التباعدية لأمريكا الجنوبية وقارة أفريقيا يعني تباعدوا عن بعض البعض. طبعا لما طابق هدول الحواف لاحظ إنهم بتطابقوا مع بعضهم البعض وبتشابهوا مع بعضهم البعض، يعني هذا دليل على إنهم كانوا متقاربتين في زمن معين أو في وقت معين، ومع الزمن طبعا ابتعدوا عن بعضهم البعض. طيب هلأ شو الدليل الآخر الكمان اللي خلي اعتمد عليه العالم ألفريد فيجنر عشان يحكي إنه عنا صفائح عم تتحرك؟ الأدلة اللي هم الأدلة، أول إشي كان عنا دليل الأحافير. كيف يعني دليل الأحافير؟ لاحظ العالم ألفريد فيجنر لما درس التقارتين طبعا وتجول بيناتهم، لاحظ إنه في عنا حيوان بما يعرف حيوان الميزو سورس، هو هذا عبارة عن حيوان زاحف صغير. تمام، فبما انه عم نحكي انه موجود هذا الحيوان، طبعا احفورته كانت موجودة في على جانبي المحيط الاطلسي، يعني على حواف قارة افريقيا وعلى حواف قارة امريكا الجنوبية. تمام، طبعا هذا الحيوان طبعا ما عاد ما درسوا خلينا نحكي اوصافه وتركيبه وتركيب هيكله وجسمه، طبعا استطاعوا انهم يعرفوا انه ما بيقدر يعيش او يسبح في المياه المالحة. طب كيف قدر يسبح او يوصل لقارة افريقيا ويسبح ويوصل لقارة امريكا الجنوبية مع انه بيفصلها المحيط الاطلسي؟ طبعا هذا برضو اكد نظرية او فرضية العالم فيجنر انه التنتين كانوا متصلات مع بعضهم البعض، وكان هذا الحيوان عايش في ذلك الوقت، ولكن طبعا مع الوقت خلينا زي ما حكينا انفصلوا، فاحتفظت الاحافير او احتفظت كل قارة باحافير هذا الحيوان. تاني دليل من الأدلة اللي اعتمد عليها العالم فيجنر هو دليل المناخ القديم. كيف يعني دليل المناخ القديم؟ هلأ لاحظ انه العالم فيجنر انه عندي جليديات قطبية موجودة سواء بالقارة الافريقية او امريكا الجنوبية، برضو في بالهند واستراليا. طبعا كيف انه في جليديات مثلا بامريكا الجنوبية ومثلا قارة افريقيا؟ كنا بنعرف انه قارة افريقيا عبارة عن قارة حارة ودرجات حرارتها عالية. هذا دليل برضو تاني او تالت اكد لي انه عبارة انه هاي الجليديات كانت موجودة في ذلك الوقت بين القارتين. طبعا احتفظت كل قارة باثار هاي الجليديات طبعا، فمع ابتعادهم عن بعضهم البعض ظلت كل قارة محتفظة، فلما طابقوا الحواف او طابقوا الاثار الموجودة بكل قارة فلاحظوا انهم بتشابهوا، فهذا دليل انهم كانوا موجودين على نفس المحيط وهو او خلينا نحكي على نفس الحواف. تمام، هذا العالم ما قام فيه العالم ألفريد فيجنر. من بعده من أشهر العلماء الآخرين اللي قاموا بدراسة تكتونية الصفائح عنا العالم طبعا، ومن أشهر تاني العلماء اللي كمان فسروا لي نظرية أو فرضية تكتونية الصفائح بأنه صفائح كانت بحركة مستمرة، أجا عنا العالم هاري هيس. طبعا هذا العالم استغل فرصة أو خلينا نحكي الحرب العالمية الثانية، لما كانت البحرية الأمريكية تستهدف وترصد الغواصات لما كانت تركب أجهزة رصد صوتية في قاع السفن أو القوارب. تمام، فهاي الأجهزة الرصد الصوتية كانت عبارة ترسل موجات طبعا لقاع المحيط، ترتد هاي الموجات من خلال معلومات اللي كانت تفسرها هاي الأمواج، قدروا إنه يعرفوا إنه قاع المحيط أو إنه قاع المحيط بتكون من عدة تضاريس بتشبه تضاريس سطح الأرض. فقدر عالم هاري هيس يوظف هاي المعلومات ويستغلها إنه استطاع يدرس تضاريس قاع المحيط الأطلسي، وحكى لنا
إنه قاع المحيط الأطلسي هو عبارة، أو خلينا نحكي قيعان المحيطات، تتكون من عدة تضاريس، من أشهرها السلاسل الجبلية البركانية. فإحنا لما حكينا إنه الحدود الصفراء تتكون من عدة أنواع، من أهمها التباعدية، فحكينا إنه الصفائح الموجودة في قاع المحيط تباعدت عن بعضها البعض. السبب الرئيسي اللي خلاها تتباعد عن بعضها البعض هو دخول الماغما، أو خلينا نحكي اندفاعات البركانية، الاندفاعات البركانية اللي ساهمت واللي عملت على تباعد الصفائح عن بعضها البعض. فهلأ لما صار عندي ماغما، خلت الصفيحة تبتعد بالاتجاه، كل واحدة باتجاه المعاكس، فصار عندي سلاسل جبلية موجودة في الوسط، تمام؟ فهذا دليل انه كل ما ابتعدنا عن منطقة ظهر المحيط او وسط المحيط، دليل على انه هاي المناطق هي الاقدم، او هي اللي صلها عملية ازاحة. يعني هنا سلاسل جبلية، او هاي خلينا نحكي الصفائح او الطبقات الصخرية الاقدم، ودائما بتكون السلاسل الجبلية البركانية هون بالوسط الاحدث، تمام؟ لو بدي اطلع على كتابي صفحة 108، عندي الشكل شكل 7-19، بلاحظ عندي قارة افريقيا وقارة امريكا الجنوبية. بلاحظ في الوسط بيناتهم، بما انه عم نحكي عن المحيط الاطلسي، عندي سلاسل جبلية بركانية اللي احنا شايفينه بالخط الاحمر، دليل على وجود اندفاعات بركانية وماجما بصورة نشطة. فهون دليل انه هون الجبال هي الاحدث اللي ساهمت لانه تبتعد الصفيحة، كل وحدة مبتعدة عن بعضها البعض. وهلأ بدنا نحكي عن آلية توسع قاع المحيط اللي حطها العالم هاري هيس عام 1962. طبعا ايش بتنص هاي الآلية؟ بتحكينا انه منطقة ظهر وسط المحيط هي منطقة تصدع. شو تصدع؟ يعني بيحدث فيها تصدع بشكل كبير. طبعا ليش؟ في القشرة المحيطية. حكينا السبب لانه بصير عندي اندفاعات بركانية متتالية، فبتتجدد القشرة المحيطية اول باول. طبعا واثناء تجددها بصير عندي تباعد لهاي الصفائح او لهاي القارات عن بعض البعض، مما يؤدي الى توسع قاع المحيط، تمام؟ طب شو الأدلة والبراهين اللي اعتمدها العالم هاري هيس عشان يثبت لنا او يأكد لنا حقيقة آلية توسع قاع المحيط؟ اول دليل تشابه انواع الصخور على جانبي ظهر المحيط. عشان هيك نطلع على كتابنا صفحة 109، عندنا الشكل الموجود 7-20. بلاحظ انه انا عندي قشرة محيطية، طبعا بلاحظ عندي القارات او القشرة المحيطية عم تتباعد عن بعضها البعض. السبب الرئيسي لانه صار عندنا اندفاعات بركانية، والاندفاعات البركانية بتعمل لي، بتفسح لي المجال للقارات او للصفائح انها تبتعد عن بعضها البعض. فبلاحظ هون الصخور وهون الصخور كل ما لهم عم يبتعدوا عن بعض، يعني كل ما بعدت عن منطقة ظهر المحيط بلاحظ انه الصخور عمرها عم يزداد او بتتقدم في العمر. تاني دليل من الادلة انه بحكي لي ازدياد عمر الصخور على جانبي ظهر المحيط كلما ابتعدنا عن ظهر المحيط واقتربنا من حواف القارات. زي ما حكينا، كل ما ببعد عن منطقة ظهر المحيط هون باتجاه نحو اليمين او نحو اليسار، بلاحظ انه عندي العمر ايش ماله بزيد. فيعني هون اقدم والاحدث بالوسط. طيب من خلال هذا قدرنا نعرف انه الغلاف الصخري بتكون من عدة طبقات او من عدة لنحكي صفائح. فبقدر احكي انه الصفائح الارضية هي عبارة عن قطع من الصخور، طبعا تتحرك بشكل مستقر عن بعضها البعض. طب قديش سمكة، قديش عمقها؟ تقريبا 100 كيلومتر. يعني هي بتاخد جزء من القشرة الارضية وجزء العلوي من الستار العلوي. مش حكينا بالدرس الماضي انه ستار جزئين، ستار علوي وستار سفلي؟ فالصفائح الارضية بتشكلنا القشرة مع الجزء العلوي للستار العلوي. طبعا عندنا صفائح نوعين زي ما ذكرناهم بالدرس الماضي. اول نوع عندنا الصفائح القارية، وتاني نوع عنا الصفائح المحيطية. طيب كل صفيحة من هدول الصفائح إلها ميزات أو خصائص بتختلف عن التاني. أول إشي عنا صفائح القارية، هي صفائح غير متجددة. يعني غير متجددة يعني خلينا نحكي اندفاعات الماجما ما بترجع تبني، أو ما بصير عندنا كمية هائلة من البراكين ترجع تبني لي هاي الصفائح من أول وجديد. تاني إشي ممكن نطلق عليها بدل الصفائح القارية، ممكن أطلق عليها بالصفائح القارية المحيطية، لأنها هي بتمتد لجزء بسيط من المحيط، بس اختصارا إلها إحنا بنسميها صفائح القارية.
تاني إشي بتتكون من صخور ذكرناها بالدرس الماضي الجرانيت، حكينا إنه نوع من أنواع صخور البركانية، ورابع جزء إنه كثافتها قليلة تبلغ تقريبا 2.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب، اللي هي وحدة الكثافة. هاي بالنسبة لخصائص الصفائح القارية. أما بالنسبة لصفائح المحيطية، خصائصها هي عبارة عن صفائح متجددة، وحكينا ليش متجددة، بناء على آلية توسع قاع المحيط، إنه بسبب اندفاعات البراكين واندفاعات الماجما، هذا بجدد لي إياها أول بأول. تاني إشي بس أنا بطلق عليها بس صفائح محيطية، يعني ما في إلها مسمى آخر. ثالث إشي عندي إنها كثافتها، أو نحكي الصخور بتتكون منها من البازلت، برضو نوع من أنواع الصخور البركانية، وكثافتها أعلى بشوي من الصفائح القارية، بتبلغ تقريبا 3 غرام لكل سنتيمتر مكعب. إذا هيك من خلال 4 خصائص لكل من الصفائح القارية والمحيطية بنقدر نميز بيناتهم. طبعا من خلال كل الفرضيات اللي وضعوها العلماء ألفريد فينجر والعالم هاري هيس، قدرنا إنه نوصل لنظرية تكتونية الصفائح، اللي هي بتحكي لنا إنه الغلاف الصخري للأرض هو مش غلاف بتكون من كتلة واحدة أو من كتلة صخرية جامدة، وإنما هو من عدة طبقات أو من عدة أجزاء بنسميها صفائح. طبعا هاي الصفائح بتتحرك بغض النظر عن نوع الحركة، سواء التباعدية ولا تقاربية ولا جانبية، ولكن السبب الرئيسي اللي خلاها تتحرك عن بعض البعض وجود أسفلها غلاف لدن أو مائع اللي بسهل حركتها. نطلع على كتابنا صفحة 110 ونشوف تطوير والمعرفة. طبعا بالتطوير والمعرفة عندي تعريف الزلزال وهو مهم. شو يعني الزلزال؟ يعني هو حركة مفاجئة أو اهتزاز مفاجئ طبعا لصخور القشرة الأرضية، طبعا بينتج نتيجة إنه الأرض بتحرر لي الطاقة الموجودة في باطنها، بسبب لي حركة للصفائح. طبعا تنتج هاي الطاقة من مركز بسميه البؤرة، وهو بؤرة الزلزال. طبعا بعد ما يصير الزلزال بصير عندي موجات بنسميها الموجات الزلزالية، يعني بتحرر لي الطاقة على شكل هاي الموجات الزلزالية، وطبعا بصير عندي أنشطة على حدود الصفائح. طب نطلع على تقويم والتأمل. عندي السؤال الأول بحكي لي لماذا رفضت فرضية فيجنر وفي تفسير انجراف القارات، ليش فرضيته حكيناه ببداية الفيديو، ليش طبعا تم رفضه برغم من انه قدم عدة أدلة او عدة براهين. طبعا ايش الجواب عندنا؟ إن لأنه لم يستطع تفسير القوة المحركة للقارات وتحديدها. يعني صح هو حكان إنه القارات تتحرك، وحكان إنه بتبتعد عن بعضها البعض، وفي دليل إنه أمريكا الجنوبية بتبتعد عن قارة إفريقيا، بس شو السبب الرئيسي اللي خلاهم يبتعدوا؟ ما كان عنده هذا الجواب، فعشان هيك رفضوا له فرضيته. طيب السؤال الثاني عندي، ما الملاحظات التي اعتمد عليها جيولوجي هيس وأدت إلى التوصل إلى حدوث توسع قاع المحيط؟ طبعا حكينا بفرضية أو آلية شرحه للعالم هيس، إنه حكانا إنه في صدع موجود في منتصف قاع، أو خلينا نحكي في منتصف ظهر المحيط، بسبب وجود طبعا أدى إلى تكون سلاسل جبلية بركانية. يعني وجود صدع في منتصف سلسلة جبال بركانية في منتصف المحيط الأطلسي. السؤال الثالث بحكينا، لو افترضنا أن سرعة توسع قاع المحيط تساوي 2 سنتيمتر لكل سنة، وأن عمر الصخور في منطقة تقريبا موجود عندي 200,000 سنة، احسب بعد هذه المنطقة عن وسط ظهر المحيط بوحدة الكيلومتر. طبعا بهذا السؤال محدد لنا بده إياها بالكيلومتر. أنا عشان أحسب طبعا عندي موجود الزمن وموجود عندي السرعة. طيب طالب مني البعد، يعني بده المسافة. كنا بنعرف إنه من الدروس، خلينا نحكي الفصل الأول، إنه السرعة تساوي المسافة على الزمن. من خلال هذا القانون بقدر أشتق أحكي إنه المسافة اللي هو نفسه البعد هي عبارة عن السرعة ضرب الزمن. طيب هدول موجود عندي. هلأ السرعة زي ما حكينا 2 سنتي لكل سنة، طب أنا بدي أحولها لكيلومتر، لأنه طالب بالسؤال لكيلومتر، بدي أحول السنتي لكيلومتر. طبعا كنا بنعرف الدرجة اللي فيه تحويلات، عندي هنا الكيلومتر، وعندي هنا المتر، وهنا ديسي متر، وهنا السنتي. بين الكيلو وبين المتر 1000، بين المتر والديسي 10، وبين الديسي وبالسنتي 10. أنا بدي أحول من
خلينا نحكي من سنتيمتر لكيلومتر، شو بدي اعمل؟ طبعا بدي اقسم، لانه من صغير لكبير بدي اقسم على 10 أس 5، يعني 2 × 1 2 3 4 5 ضرب الزمن، طبعا معطيني اياه 200,000. 1 2 3 4 5، طبعا عندنا 5 صفار هون بالمقام، 5 صفار بالبسط، فبختصرهم مع بعضهم البعض، فضل عندي 2 ضرب 2 ويساوي 4. شو الوحدة؟ كيلومتر، زي ما هو مطلوب. السؤال عندي الرابع، أكمل، عندي جدول بحكي لي أكمل الفراغات في الجدول الآتي. عندي هذا الجدول طالب مني نوع الصفيحة، نوع الصخور فيها، كثافة الصفيحة، طبيعة الصفيحة وأمثلة عليها. طبعا كنا بنعرف إنه عندنا نوعين من الصفائح، عندنا النوع الأول صفائح القارية، طبعا كنا حكينا إنه بتكون الصخور الجرانيت اللي كثافتها منخفضة شوي، 2.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب، وحكينا القارية غير متجددة، ومثال عليها زي صفيحة إفريقيا. أما تاني نوع من الصفائح عندنا صفيحة المحيطية، تتكون من البازلت، برضه هو نوع من أنواع الصخور البركانية، وكثافتها أعلى بقليل من الكثافة الصفيحة القارية، وهي 3 غرام لكل سنتيمتر مكعب. طبعا حكينا متجددة لأنه بصير عندي اندفاعات متتالية من البراكين أو من الماجما، ومثال عليها المحيط الهادي. بهيك وبهيك قدرنا نعرف شو هي نظرية تكتونية الصفائح، وأشهر العلماء اللي درسوا هذه النظرية. يعطيكم العافية.